اسحبوها اسحبوها شوف اسحبوها شوف اسحبوها شوف اسحبوها شوف باش تبقى على خاطرك اسحبوها شوف رانا كنون لا بغيتي ندير راه ما جيتش راه ما جيتش للرجاء باش نتعادى مع شي واحد ولا جيت للرجاء باش نتناحسوا الا جيت اليوم لهاد الزاويه هادي اولا الله يخليكم راني داخل ليها مسلم طالب تسليم انا عارفه اه ورا كان ياسين راه عطاني واحد التصويره المنور والله العظيم الى الزاويه بحال الضريح حتى ما غابوا في التيران من بعد نشوفوها انا راه داخل مسلم ليها مستعد والله العلي العظيم مستعد نعطي من وقتي من صحتي من رزقي لهذا الفريق هذا واكيد اكيد انا ما انا ماشي دونكيشوت نجي نبقى ندابز بوحدي مع دوك الطواحين المولى انا محتاج لكم انتوما اولا لاقتراحاتكم افكاركم شي الا كان شي عهد داز قبل وما كانش كانوا فيه المشاكل تنظن ان شاء الله وبهذه النيه اللي بينتوا عليها وبهذا الحفاوه وهذا الاستقبال باش استقبلتوني راه اكيد بانه غيكون هذه الفتره الجايه وهذا تاريخ جديد اولا في لقاءاتنا اللي غنبقاو نتلاقاو ونتراسيو فيها لو شوما بوغ لو بيان دو غاجا والله ما نتنازل على جرام اللي غادي يخدم فريق الرجاء البيضاوي اقسم بالله وانا ما كندير لا سياسه ولا تنعطي للرجاء دمي هذه مساله مطلوب من الاخوان في هذه الفتره اللي دابا جايين وما عندناش بزاف الوقت وحتى الاخوان ديال العصبه وديال الجامعه وهاد الممثلين يسمحوا لي بعدا ما بديتش بدا بالبروتوكول ديال مرحبا بسيدي مرحبا ممثل هذا ممثل هذا يسمحوا لينا ولكن الظرفيه لا الوقت ولا الظرفيه انتم على ريوسنا وعلى ريوسنا وراه ما غنبقاوش مدابزين مع شي واحد راه غنصاحبوا معاكم غنصاحبوا مع الجميع والله العظيم وغادي نصالحوا المنخرطين ولا كاين شي وحدين ولا راه ما غاديش يبقاو مدابزين وغنبقى لا لا ماشي مدابزين انتم ما عندناش انتم دوركم شوف غير قبيله وكيفاش كتاثر فيا على مساله ديال عندك يفوتك هذا لو ديلي غتولي تخلص على الانخراط بلا شي لعبه هكا يعني ما يقولهاش لك شي واحد لما بغى لك الخير مشكورين على التاثير ديالكم وقالوا لي الا بغيتي من اليوم انا كنقول الا بغيتي من اليوم جلست معاكم نقول لك شنو خصك دير باش ما ينفلتولش لك لي ديلي مشكورين على التاثير ديالكم والنصح ديالكم هذا عصر جديد فيه المصالحه مع وسائل الاعلام مع الاخوان ديالنا كل شيء اللي كاين اللي معنا المنخرطين غنبقاو نجلسوا لا غير بلاتي غير بلاتي شوف غير بلاتي شوف دابا باش ندخلوا في الديتاي نقولوا ليه ولا هذا ولا نقول رانا غادي نتصاحب مع هذاك راديو فلان وراديو فلان وراديو فلان غير بلاتي لا باش نقول لك ولا مثلا نقول لك انا غندابز مع هذاك اللي كيعيرني ما شوف الله يخليكم شوف حنا الرجاويين هذا تنقول عهد جديد ديال الرجاء اللي خصنا نطلعوا فيه الفوق نطلعوا حنا بعدا بلا فالور ديالنا بلي برانسيب ديالنا ونطلعوا بلي ريزولتا ديالنا الالقاب خلينا شوف نبقاو نتخربقوا ونخليو الناس خدامه على الشامبيونز ليغ وعلى الكاب وعلى الكاس العرش وعلى على البطوله ونشوف احنا كاملين نتازروا نتكونسونطراو وشوف وهذه فرصة ديال لأنه اللي تيبان من بين أنا تنقولها من بين الحلول ديال الإخوان أنه يعني اللي عنده هذا طلب مني اللي عنده مقترح ولا عنده شي مساعدة كتكون تقنية نصيحة اللي عنده فلوس بغى يجي يقول لك هاك مرحبا والله ما نقول له لا اللي بغى هذه هي الوقيته من بعد غادي يكونوا عندنا جلسات انا قلتها للحاج الدور قلت لي اول اجتماع غادي نجلسوا فيه غنعيط على الناس الغايرين الناس شادين الطياره وجايين باش يفوتي ويحضروا وباش يكملوا النصاب لانه شيعه ما يكملش يعني الا كان هاد الناس خصنا نجلسوا مع بعضنا اولا ونتراسي اوتور دي طاب ونجلسوا كل واحد يقول رايه جاي عصر ديال اننا نتحاوروا ما نبقاوش نتخاسموا شي عندنا شي مشكله نعالجوها في بيت الرجل داخل يعني وسخنا نصبلوه
الداخل، ما نبقاوش الخارج يبقى يهضروا عندنا، ما نعطيوش مواد لعباد الله ولا الخصوم ولا نقدم مسائلنا ونخرجوا الراجه نقيه، الخبره نقيه والفوق. كان سولني واحد الاخ السؤال ديالك ديال واش طلعتي على، وغادي هذا راه ماشي ما غاديش نبداو الحوار هذا باش ندوزو، لانه تابعني واحد تابعنا ماتش، تابعنا الدراري نمشيو نوتيفلوهم ونشوفوا الاجواء كي دايره. ناخذ غير من سؤالين ديال هذا الاخ هذا ونقراو ديك البرقيه ديال الولاء ونمشيو. الله يجازيكم بخير. سي بهراوي سيدي، بغيت غير تقول لنا امام هذا الجمع العام واش درتي وعطوك حصر بجميع المشاكل عند الرجاء وخاصه الماليه اون بليس دي زونغاجمون اور بيلون داكوغ؟ علاش ما باش ما يطراش لنا كما طرا في السابق كيجي كيقول لك ودي تفاجات ولقيت 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 والله غالب، يعني خص تكون داخل تقول لنا داخل وعارف اش كاين. Deuxième chose, je parle sous votre contrôle. Wesh, tu as vous allez verser 40 millions de dirhams. Yak, il est le vice-raïs. Il est quel? Wesh, tu peux dire contre sponsor une cicatron à verser de le départ. 40 millions, tu les mets à l'aide. 400 millions, la c'est vrai. Ça fait ce que je veux. Merci. بالنسبه للشطر الاول واش طلعتي على الميزانيه ديال الرجاء وعلاش داخل، فهمتني؟ انا اكيد ما يمكن لي نحط رجلي الا ما شفتش، وما كانتش عندي الصفه انني نمشي نفولي في لي كونت، وهذاك انا هي حرفتي باش نمشي باش نعرف شنو كاين. ولكن باش نقول لك اللي عرفت انا وقربتها مع الاخوان وتناخذ المعلومه من هنا ومعلومه من هنا، وهنا نحل القوس باش نشكر سي انيس محفوظ انه استقبلني في البيرو ديالو وجاب لي السيد لو تريزوري ونادريتي بعدا واحد لا سيتياسيون شفت معاهم. مي لاناليز ديالي باش تكون عارفها ولا علاش انا عارف داخل كاين ان ترو ديال 65 مليون ديال الدرهم خرجتها ديجا من فمي، ما غاديش ماشي قلتها غير كنغني بها، كاين 6 مليار ونص اللي خصت تواجهها فيها الاحكام فيها كذا. هذاك هذه مساله واش قالوا لي وعود ولا دير هادشي اللي غنبيطيه ملي غيكون عندي دابا الحق كرئيس ديال نادي الرجاء داخل على واحد المسؤوليه كبيره خصني نعرف شنو كاين. مساله ديال قلتي لي واش قلتي 4 ديال المليار قلتها لك انت؟ قلت هذا الشيء وغير اسمح لي ودابا سولتي خليني نجاوب انا كنوجه لك هكا ما كنتسناش منك الجواب، الجواب سهله نقطه دو بوان جو ريبون. ما قلتش انا لشي واحد 4 كاين اللي قال واحد ونص بدات وبقى غادي طالع، كاينين صحاب الحسنات كيقول ليه قال كاع الالتزامات الا الفلوس. نقول لك انا ربي تنصرف من البارح ملي كانوا نقول نبداو الدراري اللي ما تخلصش لهم ليكول لي بيس اللي كان خاص الترونسبور يمشيو للمركب، عيط للوالي ديال الرباط باش يحلوا لي المركب وكنردهم كاملين، عيط لي التوصيل سي عزيز الله يرحم باك دخل يجي ابلي الوالي وعطاني الكومبلكس فين ترينا وهاد الايامات، قال لك الكار قلت لي نصيفط لك الكيران ديالي دي ثلاثة الكيران قلت له خذهم بلا ما يشوفوكم باش ما يتبعهمش الجمهور، لان تبعهم الجمهور في الانفيتريت وقع مشكل كبير. مي نرجع عليك الكلمة اللي كنقول انا جاي ندير الرجاء نعطيها من ذمي ورزقي، ما غاديش عاوتاني الرجاء نقولوا راه جاي قال لي نعطينا الشيك باش ندخل، علاش انا ندخل للرجاء نعطيه الشيك نشري؟ انا ما قلبتش على الاصوات ما قلبتش ما نشري حد ما نعطي لحد. الاخوان كي تيقولوا ويمكن تقدر ما تعرفش هذا المصطلح تيقولوا غير ولا بالرجوله باش جاي داخل لهذه البلاصه ومستعد نعطي رزقي كامل لهذا الرجاء هذي. اما تقول لي حط الشيك ولا تقول لي خلص خلص الرئاسه ولا خلص هنا. شوف
الله يجازيكم بخير. لا ما غنسدو شوف ولا عليك ولا عليك ولا عليك. انا كنشكر شوف اولا نقطه مهمه واعلن على الجمع العام ديالنا العادي اللي غنناقشوا فيه واحد المسائل هي 5 يونيو. شوف الرجاء راه خصو يكون عندها اسحبوها باش تبقى على خاطرك اسحبوها. شوف رانا كنون لا بغيتي ندير معاك لا. شوف نهار 5 الجمع العام وسنة لو شهر لو 7 جويي. شوف الجمع العام صغرور عقل باش نقولوا هو راه واحد تيسفاليك جوج. شوف 5 يوليوز قولها قولها صغرور. الله يجازيكم بخير خاي راه كنسحب داكشي اللي قلت اسحبوها. السيد رايس السلام عليكم. السيد رايس اولا مرحبا بك في العائله الرجاويه وحنا جميعا بدون قيد او شرط انت اليوم الرئيس ديالنا علينا بالاحترام التام. اي مساله احتاجيتينا فيها احنا مجموعه ديال الاخوان غتلقانا راه الاشاره. ماشي بالضروره نكونوا في المكاتب ولا احنا مستعدين اننا نساعدوك في اي مجال في اي زعما في اي موقع احنا موجودين. وغيكون عندك دور اكثر من الخارج. ان شاء الله. مرحبا سي درايس. مساله اخرى اللي بغيت نقول لك الله يجزيك بخير. الاصلاح جيتي انت بواحد المبدا ديال الاصلاح. الله يجزيك بخير كنشكروك. الاصلاح بالنسبه لي انا كمنخرط خصنا نبداو بالمحاسبه على السنوات الماضيه. كنشوفوا اليوم المسائل الماديه ديال الرجاء لا تمشي بخير. ما يمكنش ندخلنا 12 مليار تفرق 22 يوم واليوم حنايا باش نلعبوا حنا على الشامبيونز ليغ وهذه كنلعبوا على الادوار الطلائعيه. ما عندناش لعاب واحد صالح في الفرقه السيد رايس. لذلك كنطلب منك بكل احترام بكل تقدير وتسجل الاسم ديالي انا وتسجلني رئيسك بخير تكون المحاسبه او بغيتي انت اللي ديرها. مرحبا بغيتي حنا نتكلفوا بها تسجلوا الاسم ديالي في الحضره ديالنا. انا سمعت ليك انا اللي طلبت فلوس ديال المنصه. الو سجلنا الملاحظه ديالك سي صغروب وانا سي نعطيو الكلمه. انا ما نقدرش نقدر الحكماء بعدا مشكورين انهم يجيو لعندنا ويبقاو يأزرونا ويعطونا حتى لهاد الوقيته هادي. ماشي حكماء بلاج دابا راه هو تسير بطريقه دابا راه دخل معاهم بيان سور وي دخلوا غنسمعوا دابا السي حماد الرئيس السابق في كلمه. اخوان السلام عليكم. الله يخليكم. انا عندي واحد الاضافه صغيره وهي ان نوزافا اون شونس يونيك باش نعاود ترجع العائله الرجويه في الالتحام ديالها وترجع للتوهج ديالها. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ لان هذه قال لك التاريخ يعود ينفسه. هذه القضية وقعت لنا اكزاكتومون 1992 وراه كانوا لي ديناصور في الرجاء الله يرحمهم المعطيب وعبيد الله يرحمه والسنالي الله يرحمه والعسكري الله يرحمه معاش الله يرحمه الى اخره. على كل حال ما بغيتش نجبدوا هاد لا 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 اللي كانوا كيسيروا اللي كانوا كيسيروا ما كندويش على هذيك الساعه ما كانش. على كل حال والبوصيري الله يرحمه الى اخره. احنا ماشي هذا هو المضمن. المضمن هو انه كانت واحد لاسامبلي جينار في 92 وكانت نفس الوضعيه ولي تيرايمون دي تو لي كوتي وحتى كانت الرجاء غادي تشتت ومن بعد توقفت هذاك الجمع العام
وتكونت اون كوميسيون باش تمشي تقلب على مرشحين جداد اللي غادي يجيو يعاود يسيروا الرجاء. وجاو فعلا 90% ديال ليستر انكونو. جا السي عبد الله غلام. لا 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 لا